موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. أقام الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل يوم أمس بالقصر الملكي بمراكش مأدبة عشاء رسمية على شرف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. حضر هذه المأدبة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني والشيخ محمد بن خليفة الثاني وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر. في موضوع آخر، قررت إسبانيا منح المغرب قرضا بقيمة 73.8 مليون يورو لتمويل مشروع لتشوير السكك بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن مجلس الوزراء الإسباني الذي انعقد يوم أمس بمدريد وافق على تخصيص خط ائتمان بقيمة 73.808.620 يورو و20 سنتيم قابل للسداد دون تحديد فترة التسديد. في النبأ الدولي، أسفرت المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها بعض محافظات مصر يوم أمس عن مقتل 3 أشخاص، فيما وصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين 265 شخصا. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بلاغ لوزارة الداخلية المصرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقبوض عليهم من العناصر الإخوانية، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. دوليا دائما، أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس الهجوم بسيارة مفخخة الذي وقع صباحا وسط مدينة بيروت، واصفا إياه بالاعتداء الجبان. وقتل محمد شطح مستشار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في الانفجار الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة في الوقت الذي كان يتجه فيه إلى منزل الحريري للمشاركة في اجتماع لقوى 14 مارس. ختاما، مرة أخرى كانت المدينة الحمراء على موعد جديد بين البطل العالمي بدر هاري وصديقه الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني، من خلال صورة نشرها المقاتل المغربي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر توثق للقائهم الجديد بالمدينة الحمراء. وعبر بدر هاري عن بالغ سعادته بمقابلة النجم الفرنسي الذي يعد من الرياضيين والأصدقاء المقربين جدا من البطل العالمي. يذكر أن بنزيما سبق له مؤخرا أن قدم سيارة فاخرة لهاري تعبيرا منه على الصداقة القوية التي تجمعه مع البطل المغربي. بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.